نقدر نجود، نقدر نحط الشوك نعلي الورود، نملأ لياليهم هنا نخلي الفرحة تسود، مدامنا نملك نفس وإحنا على قيد الوجود، نقدر نجود. رمضان أنا الأحبة، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. من جديد دائما وأبدا نرحب فيكم لحرصكم على متابعتنا يوميا وللانتقال ما بين السلوكيات المستحب عملها خلال شهر رمضان من سلوك إلى آخر، سلوكيات مهمة في رمضان وفي غير رمضان، لكن نتمنى أن واقعنا يكون متين عشان كذا نبدأ إعادة إحيائها في نفوسنا خلال شهر رمضان المبارك ونستمر عليها إلى ما بعد رمضان. سلوك اليوم اللي بنتكلم عليه سلوك لا يقل أهمية عن السلوكيات اللي تكلمنا عليها من الحلقة الأولى لغاية حلقة اليوم، سلوك غفلنا عنه، نسيناه، التهينا، وضعنا في ملذات الدنيا ونسينا شيء مهم جداً، نسينا إن في يوم محتم علينا بنروح له. ومدام نسينا، حبينا من خلال هذه الحلقة نذكر أنفسنا ونذكركم بهذا الشيء. موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو زيارة القبور. زيارة القبور في رمضان، بنصوم ولا بنجلس مرعوبين؟ أيوه، نصوم ونجلس مرعوبين، 2 في 1. تعالوا خلونا نجمع حكمتين أساسيتين في وقت واحد عشان نشوف إيش أهمية زيارة القبور وفي رمضان. الفائدة العامة من الصيام إيش؟ أو الهدف الرئيسي من الصيام إيش؟ إنك أنت تحس بالمساكين، بالناس الفقراء اللي مش ملاقيين قوت يومهم، واللي يمر عليهم أيام وليالي وشهور أحياناً بدون ما يأكلوا. هذه حاجة. الحاجة الثانية، إيش أهمية زيارة القبور أو الحكمة من زيارة القبور؟ تزور القبور عشان تتذكر، عشان تتعظ، عشان تعتبر وتعرف إنك في يوم من الأيام هذا المكان بتروح له، يعني بتروح له، وتبدأ تراجع حساباتك، تراجع أفكارك، تراجع أعمالك في الدنيا. طيب، اجتمعوا هذه الحكمتين مع بعض، يعني أنا وأنا صايم وحاسس بالفقراء وجيعان وتعبان ومعدتي خاوية ورحت للقبر، وأثناء ما أنا مستشعر كل هذا الإحساس أستشعر كمان إنه أنا في يوم من الأيام بموت، وإنه أنا في يوم من الأيام ما بيبقاليش غير عملي الصالح، إنه أنا في يوم من الأيام ما بلاقيش أي ونيس في المكان اللي أنا فيه غير صلاتي وقرآني وصيامي وعملي الصالح. جمعنا الإحساسين مع بعض، إيش حسينا؟ ذهول، صح؟ صدمة. الإنسان سبحان الله من النسيان، وبما أنه دائما ينسي فهو بالمقابل دائما محتاج يتذكر، ولو ما ذكرش يذكر نفسه بالغصب، ولو ما ذكرش نفسه يكون حريص على الالتفات للأشياء اللي تخليك تذكر هذا الشيء. السلام ورحمة الله، كيف أنت أخي سليمان؟ أنا أتسير والله ما بلاعد أسير إلا المقبرة، هزور القبر حكبي قد لي من أسبوعي.
أي مقبرة فاتح؟ المقبرة هذه هنا دي جنب الجامع؟ أيوة الذي في جنب الجامع. تصدق النبي مقبور هنا؟ يلا دخل وكم لي ما أزوره؟ يا أخي أنت شكلك مقصر والله، إنه واجب نصير نزوره ونقرأ له الفاتحة. والله أنا مقصر الحين، ما رأيك نصير أنا وأنت نزور قبر أبوه ونزور قبر أبي؟ قدو واجب. يلا هي بسم الله. مفارقات كثيرة وعجيبة، ابن فلان، مذهبه كذا، أصله كذا، أصول ما هوش أصول، سادة بالحليب، من بيت فلان، من بيت علان، من الجبال، من السهول، من الساحل، من الشرق، من الغرب، من السند، من الهند. مفارقات عجيبة إحنا دخلناها لأنفسنا بالغصب. لكن في هذاك اليوم، ومن فائدة زيارة القبر، إنك تعرف إن كل الناس سوا في نفس المكان في أزمان مختلفة، لابسين نفس اللبس، في نفس الحفرة، في نفس الحجم، في الشمس اللي تجي عليهم كلهم، والشمس لما تغيب تغيب عليهم كلهم، وما فيش أي مفارقات في الحياة. أنا بعد ما سمعت الكلمتين هذه نويت إننا أزور القبور، أو نويت إننا أزور القبر بشكل عام. إيش الواجب علي إننا نفعل؟ لما تشي تروح تزور القبر، أو من آداب زيارة القبر، أول ما تدخل السلام عليكم يا أهل القبور، سلم عليهم. الشيء الثاني إنك لما تجي تمشي من مكان إلى آخر ما تتخطاش من فوق القبور برجولك، هذا الشيء مكروه. الشيء الثالث انك لما رايح مثلا تزور قبر حد عزيز عليك او قبر حد من اقاربك، ما تجلسش عند راسه او تجلس عند رجوله، تجلس في نفس المكان اللي كنت تجلس فيه وهو حي، يعني تحط ركبتك على الجهة اللي فيها راس المتوفى. اشياء بسيطة. وكمان من آداب القبور إنه الواحد ما يروحش يلطم ولا يصرخ ولا يندب ولا ياخذ التراب ويتمسح والأشياء اللي بعض الناس ابتدعوها ابتداع. الهدف من زيارة القبر إنك تتعظ، ولو حد مننا قربها من أول ما يدخل باب المقبرة بيحس جسمه قشعر. هنا العظة خلاص، هنا وصلت، فما بالك لما أنت تقترب وتقترب وتقترب وتجلس وتتأمل، بس تلفت للأرض، تلفت للتراب، وتعرف إنه ما فيش فرق ما بين فلان وفلان وفلان، كلهم بقوا بمكان واحد. ولما يكون شهر رمضان المبارك شهر غسل القلوب وشهر كل الأعمال المستحبة وكل السلوكيات اللي احنا حاولنا نذكرها من بداية الحلقة لغاية اليوم، وشهر الرحمة والعتق من النيران، وا وا وا، وتعمل كل الأشياء الجميلة هذه وتختمها بزيارة القبور. أعتقد أن الموضوع فيه قياس لمسألة قوة إيمانك أو ضعف إيمانك. يعني كيف؟ لما تكون أنت صاحب إيمان والحمد لله قوي، وإنسان مؤمن وعارف أنه في آخرة، وعارف أنه في قيامة، وأنه كلنا بنروح لهذا المكان، وتدخل على المقبرة وتقيس إحساسك، طبيعي كل الناس بترتعب. بس هل بتحس إنه أنت محضر شنطتك تمام لهذا اليوم؟ هل بتحس إنه أنت عامل اللي عليك ولا منقص؟ هل بتحس إن ذا اليوم بالنسبة لك بيكون في منتهى الصعوبة اللي لا يمكن تتحملها؟ ولا بتحس إنه أنت تشتي هذا اليوم يجي بسرعة عشان تعرف مكانك فين بيكون؟ هنا مسألة القياس.
أنا كيف بكون؟ أو لما أخرج من هذا المكان؟ يا ترى إيش الرسالة اللي أنا خرجت فيه به؟ هل في أعمال لازم إن أنا أتك عليها حبتين؟ هل في أعمال لازم إن أنا أتجنبها نهائياً عشان تكون منزلتي روض من رياض الجنة وما تكونش حفرة من حفر النار؟ كم يا أشياء عملناها وما فكرناش نعاقب أنفسنا عليها؟ كم وكم؟ ولو ذكرنا أشياء، إيش الأشياء اللي ما بنقدرش نذكرها؟ من غفلتنا ومن تغافلنا ومن إحساسنا إنه هذا الشيء عادي، بكرة بيتعدل، عادي بكرة ما بعملوش، عادي عادي عادي. كل ذا استغلوه في رمضان، اعملوه في رمضان. وأنا أتوقع خصوصاً في هذه الأيام لو الواحد قرب إنه يزور مقبرة ويروح، أقل حاجة بيحتاج 48 ساعة إنه يجلس مطمن، ما يكلمش حد ولا يشوف حد، ولا واتساب ولا فيسبوك ولا خرقة ولا تلفزيون ولا راديو ولا حاجة. يحاول يستوعب بس إيش اللي حصل في ذيك الفترة اللي كان فيها يزور المقبرة. عشان كذا مهم إن إحنا نستغل شهر رمضان في كل عمل خير أنت تشتيه، سواء قالوا شيخنا الصندوق اللي معانا أو ما قالوش. أنت حاسس إنه مهم وحاسس إنه لابد منه، اعمل. مشاهدينا الكرام، نتمنى أن كل الأيام الجاية يكون فيها أعمالك الصالحة اللي بتشفع لك يوم ما تكون داخل القبر. إحنا كذا خلصنا، يمكن حلقتنا تكون شوية نوعا ما صعبة اليوم، بس معلش عشان نقدر نعدي باقي الأيام بطريقة كويسة. وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم، على أمل لقاءكم بكرة في نفس الموعد، ورمضان بالخير يجمعنا. نقدر نجون، نقدر نحط الشوك، نعلي الورود، نملأ لياليهم هنا، نخلي الفرحة تسود. مدامنا نملك نفس وإحنا على قيد الوجود، نقدر نجون.